اهلا بيكم في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا. النهارده مش هقول لكم مطبخنا ريحته فايحه، احنا هنعمل اكل بقى والجيران كلهم هيجوا على ريحته. النهارده انا هقول لكم كل سنه وانتم طيبين، خلاص كلها ايام ونبقى في رمضان. احنا النهارده بقى عايزين نبدا نعمل حاجات نجهزها ونشيلها علشان تسهل علينا الاستعمال في رمضان. انا مش بقول كده ان احنا نجهز ونعمل استعدادات لرمضان ان احنا نثقل على نفسنا او على ميزانيتنا، احنا بنجهز بقدر الميزانية بتاعتنا. زي انا ميزانيتي بتاعت الشهر العادي هو ده شهري، بل بالعكس انا يمكن في الاكل بعمل كميات اقل شوية لان الصايم ما بياكلش بنفس قدر اللي بيكون مش صايم. بس انا بقول يعني ايه نجهز لرمضان، رمضان جاي في الحر وكلنا اغلب ستات البيوت يعني بيبقى عندهم وظيفة برضو وبيبقى عندهم اولاد وبيبقى عندهم مسؤوليات كتير، واليوم بيبقى طويل علينا واحنا صايمين، المغرب بتبدا متاخر وبنبقى فعلا مجهدين. طب احنا كده كده بنشتري طلباتنا بالشهر، طب ما نجيب حاجتنا ونبدا نحاول نعمل شويه حاجات ونحطها في الفريزر تسهل علينا. على الاقل لو هقف في المطبخ ساعتين في رمضان اقف ساعه واحده واقدر افرغ نفسي الساعه الثانيه اني انا لو عايزه اقرا شويه في المصحف، عاوزه يكون ليا شويه تعبد زياده شويه في رمضان، من يعني اعمل الموازنه الصعبه اللي هي ااكل ولادي حلو جدا عشان هم صايمين، وفي نفس الوقت رمضان شهر العباده اقدر ادي نفسي وقت اتعبد. وفي نفس الوقت المعادله الصعبه جت منين؟ اني مش عايزه اقصر برضو في حق ولادنا في البيوت، يعني تربيه ولادنا احنا بناخد عليها اجر، والجري وراهم في البيت ومراعيتهم وان احنا نخليهم يعني بنعلمهم. انا مش قاعده في البيت علشان بس ايه البسهم هدوم نظيفه عشان احميهم علشان اكلهم، لا انا مهمتي اكبر من كده بكتير، انا مهمتي اني انا بستوعب ولادي واني انا يعني انا بربيهم عن طريق حياتي اليوميه معاملتي معاهم. فانا مش عايزه برضو اني انا اقعد مثلا ايه ساعتين في المطبخ وانا عايزه اقعد مع نفسي ساعه اتعبد، طب ما انا اقلل اخليها ساعه في المطبخ لاني جهزت حاجات قبل كده وساعه اتعبد، ولادي الساعه دي هيشوفوني بعمل ايه وهيعملوا زيي ومش هيلحقوا يزهقوا، انما لو سبتهم ساعتين ونص ولا ثلاث ساعات هيزهقوا. فدوت المقصود من اني انا احضر حاجات لرمضان، ما اثقلش على ميزانيتي، لا انا بخفف العبء عليا وعلى اولادي. الحاجات اللي احنا هنعملها نجيبها ونجهزها من قبل كده. كترت عليكم في الكلام، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا النهارده جبت صدور بانيه وفرمتها، انا ممكن اكون عامله هنا كميه عشان اديكي نموذج، انت اعملي الكميه اللي تحبيها. وجايبه برضو معايا وراك، تعالوا الاول نشوف وصفه وصفه هنعمل فيها ايه. ناخد الوصفه السهله الاول، عندي هنا وراك الفراخ. بصوا هي الاوراك المخليه مش بعملها صحيحة، يعني بحب أقسم كل واحد اتنين. كل واحد كده هاخده أقسمه اتنين. طب هتقولوا لي طب احنا هنعملها ايه الهدف؟ أنا هتبلها ممكن بقى في يوم هطلعها يكون عندي خضار، أقطع كمية خضار وأشوح الفراخ وأروح مشوحة الخضار وحطها معاها، او ممكن قوي اروح عاملة معاها مثلا فلفل وبصل واشوحهم معاها، ممكن اعمل رز ببصلة واحطها اشوح الرز واحطها معايا تبقى هي وجبة كلها كده في قلب بعض. يعني بصوا انتوا لما بيبقى عندكم حاجة متبلة جاهزة في التلاجة بيبقى عندكم الفرصة لافكار كتير تقدروا تطلعوها. بيبقى عندنا فرصة لأفكار كتير نقدر نطلعها طالما عندي كده قاعدة موجودة في التلاجة، عندي حاجة ده أنا عندي طبق أو كيس فيه تتبيلة حاجة معينة. صدقوني 100 وصفة هتجيلكوا تعملوها بيها، شوية مكرونة بصلصة وتحطوا دي جنبها، عايزين وجبة برز يبقى ممكن بقى خضار، يعني ممكن خضار اللي هو ايه فلفل وجزر وبصل وبطاطس مسلوقه نص سلقه، ممكن خضار اللي هو بسله مثلا بسله بالجزر وتتعمل مع الفراخ ويتعمل شويه رز ويتغرف وده على وشها وتبقى وجبه سهله وجميله. طالما عندنا قاعده كده حاجه موجوده جاهزه في الثلاجه بنقدر نوفق عليها اي خضروات موجوده في بيتنا. احنا بقى ممكن
نتبلها باكتر من تتبيله. يعني انا دلوقتي اخترت ان انا هتبلها بميه بصل وبليمون، دول اساسي، بس هحط معاها بابريكا مع التوابل. ممكن مثلا مره جزء اعمله بالبابريكا وجزء احوشه واحط معاه مثلا سماق، يبقى انا عندي كيس فيه حاجه بالبابريكا وكيس فيه حاجه بالسماق. يعني انا بديكم الفكره وانتم انطلقوا. احط نص كوبايه عصير بصل، من نص الربع يعني على حسب، ده كيلو، وهحط ربع كوبايه ليمون. هحط بقى توابل عاديه، يعني هحط بهار نص معلقه. انا مش بحط برضو كتير، ليه؟ لان انا ممكن اكون لما اطلع حاجه هاخد بعد كده واتبل. هحط فلفل اسود، هحط قرفه، لازم مع الفراخ بقى، وانا اصلا بغسل الوراك والصدور المخليه بخل وبقرفه، احط قرفه. ومش هحط ملح عشان ما تنزلش ميتها، الملح هيبقى ساعه التسويه. البابريكا بقى هحط معلقه كبيره عشان انا عايزاها لونها، لونها هنا يطغى. دي ادي دي نص معلقه كبيره، ادي معلقتين بمعلقه كبيره، وهقلبهم كده. وهجيب الزيت وهحط معلقتين زيت، وبصوا بقى هروح مقلباهم. وقبل ما ادخلهم الفريزر اعمل ايه؟ اسيبهم شويه مثلا ساعتين ثلاثه في الثلاجه بالتتبيله دي، وبعد كده اهوت اروح معبيها في اكياس في اطباق. يعني هي عشان فيها تتبيله، يا اما نجيب طبق غويط يا اما نحطها في اكياس ونقفلها ونوقفها كده، ولما تجمد نبقى نقلبها في اي طبق. بصوا بقى الفراخ هنا اهوت، لما هتحطوها على النار هتلاقوها اخدت لون احمر عشان معموله بالبابريكا. انا طبعا مش هعبيها دلوقتي، انا هسيبها بالخلطه بتاعتها كده اهوت. احنا متفقين هنسيبها ساعتين ثلاثه في الثلاجه وبعد كده نعبيها في الاكياس. تعالوا بقى نشوف ايه قصه الفراخ المفرومه. برضو جبت كيلو فراخ مفرومه فرمته طبعا، وانا بعمل قاعده للكيلو بطاطسيتين، البطاطسايه في حجم البرتقانه. لو انا هعمل نص كيلو يبقى بطاطسايه. انا هعمل ايه؟ هعمل خلطه كفته، وممكن منها اشكل، اعمل كفته تتحط في الفرن او تتشوي، واعمل منها كفته بانيه. تعالوا بقى نشوف مقاديرنا هنعمل ايه. وبرضو علشان احنا في رمضان، يعني داخلين على رمضان والتجهيزات وكده اهوت، وعايزه اجهز اكتر من حاجه، فمش عايزه برضو اثقل على نفسي. فانا عملت ايه؟ الكفته الفراخ ساعات انا بحط عليها بصلايه صغيره، وساعات بحط عليها بصل بودره. فانا بدل ما تبقى طريه قوي في ايدي في التشكيل واضطر اركنها في الثلاجه كتير علشان اشكلها، انا عايزه انجز عشان بعمل كذا حاجه. فانا النهارده هعملها بالبصل البودره. هحط معلقه كبيره بصل بودره، المعلقه ما اتملتش مني قوي فهاخد حبه كمان. خلوا بالكم البصل البودره عشان يدي طعم، بنسحب منه اكتر من البصل العادي. وهحط ملح، وهحط فلفل اسود، وهحط بهار، كل حاجة نص معلقة نص معلقة تقريبا، نص معلقة بهار وربع القرفة ربع معلقة. هحط هنا بقى حبهان مطحون، الحبهان المطحون بيحليها جدا، برضو ربع معلقة تقريبا. ومعايا هنا هوت ثمرة فلفل، بتحبوا الحامي تبقى حامي، مفرومة ناعم قوي، ما بتحبوش الحامي يبقى حتة من أي قرن فلفل رومي تتفرم ناعم قوي. وفصين توم، انا بفضل احط معاها فصين توم عادي، احلى من التوم الباودر بيكون معاها. بس عايزين تزودوا حاجه في التتبيله زودوا. صحيح انا ما حطيتش حبيبي البردقوش، هحط هاخد حبه بردقوش كده وافركهم، يعني ما يوازي معلقه. ونجيب البطاطس ونحطها، دولت شكلهم كده البطاطسيتين كانوا كبار شويه، فانا هحوش منهم حبه. يعني برضو عينيكوا تشوف الحاجه بعد ما تتعمل. وبعدين بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا هتقولوا ما احنا ضربناها في الكبه،
وممكن نضرب معاها البصل في الكبة أو التوابل، يبقى نحط معاها كمان البطاطس ونريح روحنا. لا، مش هنحط البطاطس ونريح روحنا، لأن البطاطس لو ضربت في الكبة معاها هتخرج مادة مطاطية كده هوت، إحنا مش عايزينها، فإحنا مش هنحط البطاطس في الكبة. أنا بقى عندي هنا هو ده كيلو، هحط عليه صفار بيضتين، لو نص كيلو هحط عليه صفار بيضة واحدة. احاول اتخلص من كل البياض. البياض احنا مش بنرميه، بنحطه في كيس وبنحطه في الفريزر وبنستخدمه في كيكه في اي حاجه. وبعدين بقى احنا ممكن ايه في رمضان بقى في اخره لما نيجي نعمل كحك العيد، اي بياض عندنا ناخده نعمل بيه شكل لمع. يعني احنا ما بنرميش حاجه، هنحطهم في كيس ونشيلهم. البياض لما بيتحط في الفريزر بيبقى احلى كتير جدا من انه حتى كانه لسه ما كانه لسه دلوقتي احنا عاملينه. هقلب هنا كده، اخلطهم الاول كويس مع بعض بالمعلقه، وبعد كده هحط ايدي، كده كده لازم هحط ايديا، بس عشان ما تبقاش بقى من البدايه وايدي تلزق وابقى متضايقه، يعني احطها في المرحلة الحرجة اللي محتاجة لازم الإيد. والله عندي كمان هنا اتخلطت، يعني بصوا اتخلطت معاكوا حلو وما احتاجتش، يبقى خلاص. تشكيل كفتة الفراخ بيبقى صعب شوية، بنحطها حبة في التلاجة، بس أنا هوريكم برضو هتبدأوا تشكلوها ازاي. الجزء اللي احنا هنعمله كفتة طويلة هنشكله طويل عادي، أما الجزء بقى اللي احنا هنعمله بانيه ممكن قوي ان انتوا تحطوه تفردوه على كيس نايلون في التلاجة ويجمد حبة وتقطعوه بقطعات. ممكن انتوا تعملوا كور وتبططوها، ممكن تعملوا صوابع، الامر متروك لكم. بص انا هنا هو دعكتها كلها واختلطت حلوة قوي ببعض من غير ما احط ايه ايدي فيها، يعني الحمد لله بدل ما ابهدل نفسي. بص بقى علشان ابدأ اشكلها، كفتة الفراخ بتحتاج عناية شوية في تشكيلها. هجيب طبق كده وهحط فيه ايه حبة زيت، هجيب بقى عبوات اطباق علشان ايه احط فيها. وقبل ما نبدأ نشتغل نكون برضو مجهزين كمية من الاكياس فاتحينها عشان نسهل على نفسنا الشغل. بجيب اكياس التلاجة النظيفة وبفتحها عشان اسهل على نفسي الشغل. وهجيب هنا طبق هحطه قدامي وهبلل ايدي بالزيت، وهاخدها هعملها بقى صوابع بالحجم اللي انا عايزاه. ده بالنسبه لايه للكفته اللي هتتعمل، يعني هنعملها كفته بقى، يعني هندخلها الفرن هنشويها. بصوا بصبعها كده واضمها كده واخلي الصوابع تبقى طول بعض، يعني شكلها حلو. انا خلاص عرفت مقاسه هنا حجمه في الحته دي، هعمل كل الصوابع زيه تقريبا اهوت. كل كام واحدة لما الاقي ايدي هتلزق اروح حطها فين؟ في الزيت. بصوا تقريبا اهو نفس الحجم. انا هوريكم الثلاث وحدات بس، وهكمل طبعا الباقي بعد كده عشان الحق اوريكم برضو اللي بالبانيه اللي بالبيض والبقسماط هتتعمل ازاي. بصوا بقى هعمل واحدة اوريكم لو احنا هنعملها بانيه ازاي، بس انا لازم اكملها البانيه في الفاصل عشان احطها شوية في التلاجة. انا ممكن اعملها كده وابططها، يعني مثلا ممكن ايه يبقى يوم نعمل فيه سندوتشات اطلعها اعملها سندوتشات، وبعد كده في دقيق بيض بقسماط وبرضو احطها في اطباق. انا بقى هسيبكم اطلع اكمل الكفته بتاعتنا ديت في فاصل صغير وارجع لكم تاني، استنوني.